مع العلم أن هذا الغزال أضخم من الثعبان بكثير، ولكن الثعبان لديه إمكانية عظيمة لتمدد هذه العضلات ليبتلع غزالا كاملا دفعة واحدة. إنه يبتلعه حتى رجليه، لا يترك شيئا. هذا الغزال سيكون غذاء لعدة أيام لهذا الثعبان الجائع. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتأمل اليوم أيها الأحبة إحدى عجائب الطبيعة. مثل هذه المقاطع أيها الأحبة تدعونا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ساق لكل مخلوق رزقه بطريقة عجيبة تحير العقل فعلا. اليوم معنا هذا الثعبان، ثعبان ضخم جدا، ولكن أكيد أضعف من هذا الغزال. إنه يقبض عليه، يبدأ بالالتفاف حوله حتى يضمن أنه سيموت اختناقا. هو يقتله بطريقة خنقه، لأن الثعبان زوده الله بعضلات قوية جدا. هذه العضلات كافية لقتل أي مخلوق، مهما كان قويا يستطيع هذا الثعبان أن يقتله. بعد أن يلتف طبعا بشكل عنيف ومحكم، يكسر أضلاع هذا الغزال ويخنقه تدريجيا، يعني قد يبقى هكذا لمدة ساعات حتى يضمن أن الضحية قد مات، ثم يبدأ بابتلاعه بطريقة عجيبة كما سنرى الآن. سبحان الله، عندما درس العلماء هذه الأفعى وجدوا أنها تتميز بعضلات فك قوية جدا ومرنة جدا، قابلة للتوسع بشكل كبير، كما يتمتع بأسنان حادة جدا وقادرة على الإمساك بهذه الفريسة ودفعها للداخل ومنعها من الخروج. سبحان الله. طبعا هنا تبدأ هذه الأفعى بعملية الابتلاع. هذه العملية معقدة جدا أيها الأحبة، لدرجة أنها لا تترك للفريسة حتى لو بقي فيها شيء من الروح، لا تترك لها مجالا للهروب، فهي تمسك بها بعضلات الفك القوية وبأسنان قوية وتدفعها باتجاه المعدة. المعدة تبدأ بإفراز أنزيمات خاصة لتذيب هذا الغزال. طبعا هي تستهلك فقط الأجزاء التي تستفيد منها، أما ما يتعلق بالشعر والجلد والعظام وغير ذلك فهي تخرجها مع الفضلات. سبحان الله. هذه الأفعى أيها الأحبة قد يصل طولها إلى أكثر من 9 أمتار، وتزن أكثر من 250 كيلوغرام. تصور هذا الوزن الهائل وهذه القوة التي يتميز بها. هذه الأفعى من نوع البايثون. وجد الباحثون أنها تستطيع ابتلاع تمساح أيضا، ولكن من الحجم الصغير وبكل سهولة. هذا الغزال أيها الأحبة قد يبقى في بطنها لمدة شهر، أسابيع أو شهر أو ربما أكثر، فهو يؤمن لها غذاء طويل الأمد. سبحان الله. من رحمة الله بهذه الأفعى العملاقة أنها أحيانا لا تعثر على الذكر، فتتكاثر بطريقة التكاثر العذري من دون ذكر. سبحان الله، أشبه بالاستنساخ. في دراسة حديثة تبين أن هذه الأفعى قد تبقى لمدة سنة من دون طعام، فقط بفعل هذا الغزال الذي ابتلعته. فهي موفرة في الطاقة، وهي أيضا تخزن في جسدها الغذاء اللازم لها لفترات طويلة. هذه الأفعى تستطيع ابتلاع إنسان كامل، ولكن مثل هذه الحالة لم تسجل إلا نادرا جدا. من عجائب هذه الأفعى أن فكين لديها غير مرتبطان بالجمجمة، لديهما حرية في الحركة، وكل فك يعمل على حدة، فهذا يعطيها قدرة هائلة في المناورة وقدرة هائلة في ابتلاع الحيوانات الكبيرة التي تفوق حجمها بكثير. هذه الأفعى تصطاد فرائسها بالحرارة، هي تشعر لديها مستشعرات حرارة، يمكن أن تلتقط الحرارة الصادرة من أي مخلوق حتى لو من على مسافة بعيدة، فتأتي لتلتهم هذا المخلوق. سبحان الله.
الدراسات العلمية أيضا دلت على أن هذه الأفعى بعد أن تبتلع الفريسة لديها قدرة أحيانا على هضم العظام القاسية، تفرز مواد خاصة تذيب هذه العظام للاستفادة من محتوى الكلس الذي فيها لتقوية عظامها ولمنحها قوة إضافية في مواجهة الفرائس. أيضا سبحان الله هذا الجلد أيها الأحبة قوي جدا، يعني قوي في مواجهة المفترسين مثل التماسيح، فأسنان التمساح من الصعب أن تنغرز في جلد هذه الأفعى، يعني تصميم الجلد جلد مرن جدا وقوي جدا بنفس الوقت. وهذا الجلد أيضا فيه مثل هذه الحراشف. هذه الحراشف لماذا خلقها الله أيها الأحبة؟ لتعطي مرونة هائلة في التمدد، هذه تساعدها على أن تتمدد بشكل كبير لتبتلع مثل هذه المخلوقات الغزلان وغير ذلك بسهولة، وتبقى في بطنها كما قلنا عدة أسابيع أو أشهر. أيضا هذه الحراشف مرتبطة مع بعضها بأربطة قوية جدا لتتحمل الضغط الناتج عن الإمساك بالفريسة وابتلاعها وتمدد هذا الجلد الذي له تصميم يفوق أي تصميم بشري سبحان الله. طبعا العلماء يقولون إن الطبيعة لا أدري أين هي الطبيعة، ولكن هكذا يقولون، هي التي منحت هذه الأفعى هذا التصميم الفريد المعجز لتتمكن من العيش وتتمكن من ابتلاع هذا الكائن حتى رجليه، تبتلعه بالكامل سبحان الله. والطبيعة أعطتها قدرة على هضم مكونات هذا الغزال، والطبيعة أعطتها أيضا قدرة على توفير الطاقة، هي موفر للطاقة، يمكن أن تبقى سنة دون طعام بفعل الغذاء الذي تخزنه في جسدها. طيب بالله عليكم، الطبيعة العمياء، المصادفة العمياء، كيف تصنع مثل هذا النظام المذهل؟ يعني ما هي الآلية التي صنعت هذه القوة الهائلة في هذين الفكين وتصميم الأسنان وتصميم الجلد؟ والله أيها الأحبة، الإنسان العاقل يجب أن يعتقد أن هناك قوة عليا هي قوة الله سبحانه وتعالى، هي التي منحت هذا الكائن هذا الخلق، وهناك برامج خاصة موجودة في دماغ هذا الكائن تهديه للطريق الصحيح، تهديه للرزق الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى هذا المخلوق هذا التصميم هو الذي هداه ببرامج خاصة موجودة في دماغه لاصطياد الفريسة، لخنق هذه الفريسة، لانتظارها حتى تموت، ثم يتمكن من بلعها كاملة، ثم جسده يقوم بإفراز المواد اللازمة من أنزيمات وغير ذلك لإذابة هذا الكائن ولتخزين هذا الطعام. ومنحها الله كل هذه القدرات وكل هذه المعلومات لتعيش حياة مستقرة تحمد الله سبحانه وتعالى، وتتكاثر وتبقى ملايين السنين وهي على هذا الحال من دون أن تنقرض. إن هذا الأمر يدعونا أيها الأحبة أن نزداد إيمانا بالله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.